الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بك عزيزي الدارس في مادة علوم القرآن الكريم واحد في المحاضرة الخامسة، والتي هي بعنوان شبهة الجاحدين في الوحي، وهذا هو الجزء الثاني. ردود القرآن الكريم على الطاعنين في صحة نسبة القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم رد على الطاعنين في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. طعن المشركون، طعن اليهود في صحة نسبة القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم من عدة وجوه. أولا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، أي والله أعلم بما ينزل من المصالح، أي من مصالح الناس، فقد يكون للناس مصالح في زمن ولا يكون في وقت آخر هو مصلحة، فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه الله سبحانه وتعالى، وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن فيثبته الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل من نسخ القبلة، فقد كانت إلى بيت المقدس، لعل يهود المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر أن يقتربوا قليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم، لكنهم ما زادوا إلا عتوا، وما زادوا إلا عنادا، وما زادوا إلا استكبارا. فأتى الأمر من الله سبحانه وتعالى بعد 17 شهرا من وجوده عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقيل في بعض كتب الصحاح 16 شهرا، أمره الله سبحانه وتعالى أن يحول القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك من الردود الذي ردها الله سبحانه وتعالى على الطاعنين في صحة نسبة القرآن الكريم إليه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: قل نزله روح القدس، أي جبريل، من ربك بالحق، أي نزل بحسب المصالح وبحسب ما يقتضي التبديل من أحكام في تلك الفترة الزمنية من حياته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتريا على الله سبحانه وتعالى، ما مكنه، أي ما نصره في بدر، وما نصره في الأحزاب، وما نصره على بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، وما فتح له مكة، ولا نصره على هوازن، ولا ألقى الرعب في قلوب الروم ففر هرقل من بلاد الشام حتى وصل إلى بلاد فلسطين خوفا من مواجهة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو كان مفتريا عليه الصلاة والسلام وحاشاه، ما مكنه الله وما نصر دعوته، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن الكاذبين: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ركز معي عزيزي الدارس، انتبه لهذه الفائدة المهمة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ما قال لا ينجحون، لأن النجاح لا يكون إلا في شيء واحد، والفلاح يكون عدة نجاحات في عدة مجالات، فالله أكرم نبيه بنجاحات متعددة، فدل على أنه لم يكن مفترٍ على الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الكريم. رابعا، ورد على اليهود وغيرهم من الكفار الذين أنكروا إنزال آي الكتاب أو القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يا معشر اليهود، يا معشر اليهود، أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابا من السماء على أحد من البشر. السؤال العقلي الموجه إليكم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ إذا كنتم أنكرتم على الجميع فأنتم أول ما تنكرون إنزال التوراة على موسى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. عزيزي الدارس، شبهة أخرى أن القرآن الكريم نقله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غيره. أصل هذه الشبهة ما هو؟ يقرر بعض الطاعنين أن القرآن الكريم ليس من
عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من عند الله تعالى أيضا، بل هو مما نقله محمد من غيره، هكذا يتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما نقله من غيره، وأنه تعلمه من غلام نصراني، هكذا زعمت قريش وهكذا قالت قريش. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الكلام: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، أي محمد إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. جواب هذه الشبهة يا ترى ما هو عزيزي الدارس؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من معلم، ورد في بعض الكتب، الآن السؤال الموجه إليهم: ما اسم هذا المعلم؟ لقد تحدثت الأسماء، فاليهود يسمون شخصاً، وقريش تسمي آخر، والنصارى يسمون ثالثاً. السؤال: من هو معلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول البعض، ورد في بعض الكتب أن اسمه باقوم. نقول: من هو باقوم؟ شاب أتى إلى بلاد الجزيرة، كان يتقن عمل البناء بالأحجار، ألقته السفينة في ساحل جدة، دخل إلى مكة، قدرت أقدار الله في العام 35 من عمره عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك العام هو عام البناء، فبنى قريش الكعبة المشرفة. من بناها لهم؟ باقوم. باقوم عبارة عن معماري، عامل بناء بمصطلح المعاصرة. فهل يعقل أن عامل بناء كان يعرف قصة يوسف في بلاد مصر، وقصة موسى كذلك، وقصة إبراهيم في بلاد العراق، وقصة ما حصل لعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، وهذه التفاصيل بالأرقام التي ذكرت في قصص الأمم السالفة والسابقة؟ من أين لنجار أن يحصل على ذلك الهم الكبير أو الكم الكبير من تلك المعلومات؟ إذن السؤال: ما اسم هذا المعلم؟ إنهم يسكتون جميعا ولا يجدون جوابا. أكثر الطاعنين على أنهم نصارى أو يهود، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم أن لسان أولئك القوم ولغتهم أعجمية. هوكو هوكو، ما ببيتي كم، ما ببيتي محمد، ما منتكو، إنه أفضل الكلام، إنه كلام محمد العظيم، هكذا ورد في التوراة بهذا النص، إثبات أن رسول الله هو رسول من عند الله، وأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلغتهم أعجمية ولغته عليه الصلاة والسلام عربية، فكيف يختلط الأعجمي بالعربي ويكون كلامهم فصيحا بليغا في ذروة البلاغة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا كان القرآن الكريم مأخوذ من كتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم، أخي الدارس الكريم، لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، حتى لو وضعت الكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام ماذا يقرأ؟ الدليل على ذلك عزيزي الدارس أنه في صلح الحديبية كتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت قريش: إننا لا نعترف بالرحمن الرحيم، إنما اكتب كما تعلمنا باسمك اللهم. فقال لعلي بن أبي طالب: أمحها يا علي، أي الرحمن الرحيم. فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام: دلني عليها. فدله علي فمحاها عليه الصلاة والسلام بإصبعه. سبحان الله، النبي لا يعرف كلمة الرحمن الرحيم، وتقولون أنه نقل القرآن الكريم في 6236 آية، جملة واحدة من كتب سماوية. إذن كم هو الفترة الزمنية التي قضاها حتى نقل هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب؟ وقريش تعرفه صباح مساء أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، يعيش معهم ويؤاكلهم ويشاربهم، ويذهب في المرعى فيرعى الغنم، ويذهب إلى الشام في التجارة ويعايشهم، فأين وجد الوقت الذي يكتب فيه ويؤلف 6236 آية على عد قراءة رواية حفص رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟
إذن وكذلك العهد القديم لليهود لم يكن مترجما إلى اللغة العربية قبل الإسلام، وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود قبل الإسلام، وأن أول ترجمة كانت في أوائل العصر العباسي، والعصر العباسي أيها الدارس الكريم بدأ من العام 132 من الهجرة وانتهى في العام 656 من الهجرة، أي في هذه الحقبة الزمنية بدأت عملية ترجمة ماذا؟ العهد القديم باللغة العبرية، حتى لم يترجم باللغة العربية. في العهد العباسي بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ظهور الدولة العباسية 120 عاما، ونزول القرآن الكريم بعد الحادثة كان يأتي مباشرة، فأنا ذهب محمد عليه الصلاة والسلام لينقل من الكتب السماوية السابقة. وقد انتهت معركة بدر في يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان من العام 2 من هجرته عليه الصلاة والسلام، ونزلت سورة الأنفال بكمالها عدا 7 آيات منها كانت قبل الهجرة. سبحان الله، تفصل ما الذي حصل في بدر وأصل الخلاف الذي وقع بين الصحابة في مسألة الغنيمة، وتفصل ذلك وتتكلم عن مسألة واقعية، فكيف نقلت هذه المسألة وهي بين أيديهم حاضرة من كتب سماوية سابقة قد مر عليها مئات السنين. قد أتت امرأة وتسمى خولة بنت ثعلبة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها أنه قد ظاهر منها، تقول لزوجها أنه قد ظاهر منها، وتقول في كلام غريب وكلام لطيف في ذات الوقت: أبعد أن كان ثدي أي لأولاده سقاء وبطني لهم حواء يحويهم، أبعد أن رق عظمي وكبر سني ظاهر مني؟ فقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا دليل على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد. كذلك قصة الإفك، فقد اتهم عليه الصلاة والسلام في عرضه عائشة رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، اتهم عليه الصلاة والسلام في عرضه بأنها قد وقعت والعياذ بالله تعالى في فاحشة، وظل عليه الصلاة والسلام ساكتا لا يوم ولا أسبوع ولا 10 أيام، بل سكت عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي. وكان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما صبر شهرا كاملا في اتهام زوجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل الله عز وجل قرآنا يبرئ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من فوق 7 سماوات، هي 10 الآيات الثانية من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر 10 الآيات. سبحان الله. ومن المعلوم أن في القرآن الكريم ما لا وجود له في كتب اليهود ولا في كتب النصارى، مثل ماذا عزيز الدارس؟ كقصة هود عليه السلام، لا توجد في كتب اليهود ولا في كتب النصارى، وكذلك كقصة شعيب وكقصة صالح عليهما السلام. فكيف أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان ينقل القرآن من كتب السابقين؟ عزيزي الدارس، شبهات الجاحدين أن الوحي إلهام نفسي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك أنهم صوروا النبي محمد عليه الصلاة والسلام رجلا ذا خيال واسع وإحساس عميق. والجواب على هذه الشبهة من عدة نواح: الأمر الأول أن حالة الإلهام النفسي أي الإشراق الروحي والوجداني لا يستدعي الخوف ولا يستدعي الرعب ولا تغيير اللون. ففي حديث بدء الوحي تقول السيدة عائشة: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال: زملوني. فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروع. فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخبرها، ودار بينهما كلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إلى آخر ما قالت رضي الله تعالى عنها. وقال عليه الصلاة والسلام: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي،
أيكون من يقول هذا الكلام صاحب إلهام نفسي؟ يا خديجة لقد خشيت على نفسي. ثانيا، احتجاب جبريل عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدة من الزمن، على خلاف بين أهل العلم، إلا أن الراجح في ذلك أن احتجاب جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأيام معدودات. فهذا الانقطاع الذي حصل في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجعل القول بأن الوحي إلهام النفس كلاما باطلا وضربا من الجنون. ثالثا، إخبار القرآن الكريم عن الأمم السابقة وعن قصص الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن يقول عاقل أنه إلهام نفسي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. القرآن يقول: قصصنا عليك يا محمد قصة آدم، وقصصنا عليك قصة عاد وثمود وهود ولوط وشعيب إلى آخره. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رابعا، كيف يجتمع الإلهام النفسي في شبهتهم مع تسميتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالصادق الأمين؟ الخامس، السبق العلمي في القرآن الكريم للحقائق العلمية وبدء الخلق ونهايته، فمن أين لرجل له إلهام نفسي أن يتكلم عن أصل خلق الخليقة وعن نهاية هذا الخلق وعن الكلام عن الحياة الآخرة؟ فكيف لرجل أمي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة يتحدى بما جاء به جميع الناس ممن يعرفون القراءة ويعرفون الكتابة؟ ليس في زمن قريش ولا في زمن بني أمية ولا في زمن العباسيين، بل يبقى هذا الإعجاز وهذا التحدي بالقرآن الكريم طيلة هذه القرون من الزمن إلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عزيزي الدارس، شبهة جواز نقد القرآن الكريم ومخالفته والرد عليها تقوم هذه الشبهة في حقيقتها على مفهوم أن القرآن الكريم من عند الله. وانظروا إلى خطورة الكلام أيها الدارسون، أن القرآن من عند الله، ولكن ماذا؟ ولكن هذا الأمر لا يجعله يسلم من النقد ومن المخالفة. وحقيقة هذا الطعن أنه إنكار لقداسة القرآن الكريم ولقدسيته، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. يقول نصر حامد أبو زيد ممن تولى إفك هذه الشبهة: منذ نزول القرآن في كلمات عربية أصبح بشريا يجوز الطعن فيه وعليه وتجوز مناقشته، لكأنه رسالة علمية يقبل الأخذ والعطاء، يقبل التقدير ممتاز وجيد وضعيف، ورسالة ترد ولا تناقش، ويجوز فيه ما يجوز على كلام البشر من خطأ وصواب. الرد على هذه الشبهة: إذا ثبت أن القرآن ليس من عند محمد، وهذا ما أثبتناه في الكلام السابق، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى بكل ما فيه من كلمات وبكل ما فيه من حروف، فهو إذن مقدس لا يمكن الاعتراض عليه ولا نقده، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينتقد القرآن الكريم أو يخالفه في مقتضاه، لقوله سبحانه وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. ولأنه لا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى في كل الأمور جملة وتفصيلا، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يأخذه نسيان والعبد ينسى، ولا تأخذه غفلة والعبد يقع في الغفلة. والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. كذلك ليس في القرآن الكريم ما يعوق النظر
وما يعوق التفكير وما يعوق التأمل وما يعوق البحث العلمي، بل بالعكس القرآن الكريم في كثير من آياته يدعو للتأمل، فآيات الأحكام في القرآن الكريم في أكثر أحوالها تزيد قليلا على 500 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. والآيات التي تدعو للتدبر وللتأمل وللتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى تزيد على 2000 آية، فكيف يكون القرآن لا يدعو للتأمل بل هو يدعو للتأمل؟ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره، الله يدعونا للتأمل، الله يدعونا للتفكر، فيقول انظروا إلى ثمره، ويقول في أكثر من آية في كتابه العزيز: أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون القرآن. ويقول سبحانه وتعالى في آيات الفلك: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وأمر بالنظر سبحانه وتعالى إلى علم التأريخ فقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، أمم قد خلت وذهبت ومضت. قيل أن هذه الأمم 69 أمة ونحن الموفون 70 أمة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا ما صنع الله بعاد وما صنع الله بثمود وما صنع الله بالأمم المكذبة. فالزعم أن القرآن يعوق التفكر العقلي الحر هو غاية في المناقضة لصريح القرآن الكريم. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كتابه الشهير درء تعارض العقل والنقل، أثبت فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصحيح، أن النقل الصحيح لا يعارض ماذا؟ العقل يعني العقل الصحيح. إذن سبحان الله، في هذه الوقفات يكون قد توقفنا في الرد على هذه الشبهة، وننتقل إلى شبهة أخرى. عزيزي الدارس، شبهة عدم حفظ القرآن الكريم، يروج أن القرآن الكريم لم يحفظ. تقوم هذه الشبهة على أنه من المستحيل أن يكون القرآن الكريم الحالي بين أيدينا الموجود بين أيدينا هو نفسه الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه قد مرت عليه السنون والسنون وتعاقبت عليه الحقب الزمنية وقد طرى عليه شيء من التبديل والتغيير. نقول لهم السؤال، سلوا أنفسكم اليوم، خاطبوا الناس في الولايات المتحدة الأمريكية وقولوا لهم: الآية 41 من سورة الأنفال بماذا تبدأ؟ سيقولون: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أنتم يا أهل روسيا في روسيا بماذا تبدأ عندكم الآية 41 من سورة الأنفال؟ سيقرؤون ذات الآية في اليمن وفي العراق وفي مصر وفي الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى وفي أدغال أفريقيا وفي أوساط أوروبا وفي أنحاء الدنيا. إن القرآن لم يتبدل منه حرف واحد، فكيف أن يكون قد تغير بجملته؟ أرد على هذه الشبهة: أولا، لقد وقع الإجماع منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حفظ القرآن الكريم، وأن القرآن الموجود بين أيدينا اليوم هو نفسه الموجود في عهده عليه الصلاة والسلام. قد أتى إلينا بالتواتر ونقله الجماعة عن الجماعة من الصحب الكرام. ثانيا، إذا كان القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقله من غيره بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. تأمل عزيزي الدارس، أوكل الله التوراة والإنجيل لليهود والنصارى أن يحفظوها، وأوكل حفظ القرآن له سبحانه وتعالى، فقال في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. وقال في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الدليل الثالث، أين الدليل على تحريف القرآن الكريم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الرابع، كل من قام بمحاولة تحريف القرآن الكريم أو تغيير القرآن الكريم قد فضحه الله،
وكشفه الله، وباءت محاولاتهم كتنظيمات سرية وغير سرية بالفشل الذريع. لقد حاولوا في إحدى المرات أن ينزعوا كلمة غير من قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لتكون الآية: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. كشفت هذه المحاولة بعد دقائق من إخراج ذلك المصحف المحرر. عزيزي الدارس، شبهة اتهام القرآن الكريم بالتناقض والرد عليها. جواب هذه الشبهة يكون في معرفة أسباب وقوع التناقض من شخص من الشخص الواحد، وهي: يأتي التناقض من الشخص الواحد لقلة علمه، أو لنسيانه، أو لاختلال نفسيته، أو لاختلاف اجتهاده، أو لابتعاده عن الحق، أو لمصلحة شخصية يبحث عنها ذلك الإنسان، وكل هذه الأسباب منتفية عن الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون هناك ثم تناقض في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ومثال من من ادعى التناقض في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وقوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ففي الآية الأولى طلب منه التبديل فرفض، وفي الآية الثانية تم التبديل. جواب هذه الشبهة أن التبديل في الآية الأولى كان بطلب من الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن جديد، أو يبدل هذا القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك، فذاك هو كلام الله سبحانه وتعالى، له أن يقدم وله أن يؤخر، له أن ينسخ وله أن يبدل، وليس ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية تذكر أن القرآن الكريم تذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكماً بحكمٍ قال الكفار لمحمد: أنت مفترٍ في هذا القرآن لأنك غيرت حكماً قررته من قبل. ثم تقرر الآية التالية أن ذلك من الله سبحانه وتعالى، نزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالذي يغير الأحكام هو الله وليس محمد كما يدعون. عزيزي الدارس، في ختام هذه المحاضرة تكرماً عد إلى كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وانظر في الخمس الآيات الأولى من سورة البقرة، ودون تلك المطاعن الذي طعنت في القرآن الكريم من قبل أعداء الدين، وقم بتلخيصها. أكرمك الله، إلى لقاء في محاضرة سادسة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.